أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تحركاً كبيراً من الدولة لتيسير الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مع مجمع السويس الطبي عقب تفقده لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، حيث أكد رئيس الوزراء سعي الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية التي حدث لها تهالك شديد منذ عقود. مدينة السويس تحديداً طبعاً المدينة معروفة بتاريخها، والمدينة بتتميز بموضوع المدن السكنية اللي هي أنشأتها الدولة بعد حرب 73 ويمكن بعضها كمان قبل 73. ومشكلة هذه المناطق بمنتهى الأمانة إن لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها، ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن أكتر من كده. ونتيجة لكده طبعا حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة عدد السكان تهالك شديد جدا للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمارات السكنية نفسها. فإحنا يمكن كان في 35 مدينة سكنية، سيادة المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب أن يتعمل لها تطوير، الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس للحكومة أن إحنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية، يعني بهدف طبعا تحسين جودة الحياة لكل أهالينا اللي عايشين فيها واللي بيقطنوا هذه المناطق.